سمع دابا تبعوا معايا مزيان في الطريق، خصوصا الناس اللي باقيين حاصلين. انا دخلت سلوفاكيا صافي، جاي الكار غادي يدينا، دخلنا سلوفاكيا طبعوا لنا الباسبور، ما كاين حتى شي مشكل، كتمشي فين ما بغيتي. ما علينا، غتوصلوا للحدود ديال سلوفاكيا تقاتلوا، غتجيو لاوشغوراد بولندا ساعه مزيره، غتجيو لاوشغوراد من اوشغوراد دوزوا الحدود باش ما كندخلوا وسط ديك الغابه فوتوا بنادم، غدوزوا اي فوا توصلوا سلوفاكيا غتوريهم باسبور مغربي كذا طن طن طن، غدو بتقولي ولا باش ما بغيتي، بغيتي تبقى تسنى راه غتعطل، غتبقى تبصام واللعيبه اي فوا كيشوفوا الباسبور المغربي كيدوزوك واحد اللعيبه كيشوفوك يديك كيطبعوا لك كيخرجك كيجيبوك حتى لهنا يخرجك، كتلقى هنايا الماكله الحوايج اللي غتحتاج كاين هنا، ترونسبور فابور كلشي كاين. اقسم لكم بالله شكرا بزاف لهاد الناس، الله يسهل عليكم الدراري. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كما شفتوا الاجواء ديال وصول طلبه المغاربه الى سلوفاكيا، وكما سمعتوا طبعوا لهم باسبورات ودخلوا، بان وسائل التواصل المواصلات عفوا كلها بالمجان، اللي بغى انه يمشي للحدود. فكنتمنى لهم التوفيق، كنتمنى لهم رجوع سالم باذن الله بخير وعلى خير، والله يرجع الباقي يا ربي.